أنا بقولكم عن الأثمد، عن لجحان الأثمد. هذه عندي المنحاز اللي أدق فيه الأثمد. عندي هذه نسميها المسحنة. أول ما كان عندهم أدوات كهربائية يسحنون الأثمد. يودوا في ماي زمزم، يودون يسحب داخل الغرشة ويتم مكانه. ماي مادة 40 يوم يتودن. بيهد في الماي زمزم، بيهد الحنة في ماي زمزم. هذا الرصاص. شو قد دق لأن كان فترة في الماي فاستوى شو لين. يندق في المنحاس ما يعذبش. الحين دقنا شوي ترابيط بسيط هاي تسحنه. شيله عندنا سودة العين بنحطها هنا فيها.